que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la polyclinique de El Mohammedia Les Bananiers pour féliciter le personnel médical et paramédical qui ont travaillé d'arrache-pied avec nous dans de diverses campagnes de sensibilisation et de dépistage. Je vous laisse alors avec Dr Oussedir pour découvrir les lieux. Alors bonjour, c'est Dr Oussedir Bahfouf, responsable de la communication médicale des laboratoires Salem et directrice de la communication médicale IAG Event. Donc là, avec les laboratoires Salem, pour l'apport diagnostique de la COVID-19, nous sommes là avec Monsieur Le Wali et donc tout le staff de la mairie. Nous participons à cette petite cérémonie de remise d'attestation de remerciement pour le personnel médical et paramédical de la polyclinique des bananiers pour l'apport médical, pour leurs efforts concernant la prise en charge de la COVID-19 en Algérie. بلدية المحمدية وباسمي أيضا رئيس جمعية سواعد الخير أرحب بكل الحضور الحاضرين معنا كل باسمه ومقامه وعلى رأسهم الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدار البيضاء وأيضا الأسلاك الأمنية والأئمة والمنتخبين وكل الأطباء وأيضا جيوش المآزر البيضاء نشكركم على تلبيتكم لدعوتنا في هذه اليوم الوقفة التضامنية معكم الذين أنتم جنود الميدان فنقدر كل مجهوداتكم التي قدمتموها خلال هذه الجائحة التي ألمت العالم بأسره وأيضا بلد الجزائر الحبيبة في هذه الوقفة التقديرية التي نظمتها جمعية سواعد الخير وبلدية المحمدية دون إطالة عليكم يتقدم إلينا إلى المنصة رئيس جمعية سواعد الخير بكلمة في هذه الوقفة التقديرية فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم. باسم أسرة جمعية سواعد الخير ورحب بكل الحاضرين معنا في هذه الوقفة الرمزية أمام التضحيات التي يقوم بها الجيش الأبيض في ميدان، كما أشكر كل من ساهم معنا لإنجاح هذه المبادرة التي قامت بها الجمعية خلال الحملات التحسيسية لكوفيد-19 وعلى رأسها السلطات المحلية والمقاطعة الإدارية للدار البيضاء وعلى رأسها الوالي المنتدب. ونشكر أيضا كل من مخابر سالم وشركة المياه المعدنية سعيدة ووكالة الاتصالات الطبية ليغا، وشكرا جزيلا.